تعرض جنازة أسامة الشيخ لقصف صاروخي ومن راجمة صواريخ من الرصيف من القرى العلوية. بس لازم تكون سيارات بالطريق، مش شايف السيارات. الله أكبر الله أكبر. 28/1/2013 تعرض الجنازة، حتى الجنازة تتعرض للقصف في سوريا، فقط في سوريا تتعرض الجنازات للقصف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. Bravo! Bravo!